أستاذ سماد، كل تحيه وتقدير. طيب دلوقتي يا أساتذة، كان مكسب اسود أرقام بإعجاز. حبيبي يا أستاذ جدال، مش إيه؟ أستاذ أحمد الشراوي بيقول لي لو سمحت في واحد بيشتم. والله اللي بيشتم دوت ده أخلاقه، بس ما تقولش غير كده، يعني دي أخلاق اللي بيشتم يعني. ساعتها بدأ في فيل حياة الأستاذ سماد. ايه النقلة دي؟ طيب هنا بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا النقلة ديت، احموا السنتر وعاوز في الفبيدة. هنا نايت، عاوز يلعب ديت على طول، مفيش كلام. تعالى بس النحال نمنع الفكرة دي. بدأ في بدأ خلاص، بلعب البيشوب. هنا دي حتى عاوز الفلفل، عاوز العب الفيل. هنا هيلعب علينا، ارجع الحصان ولا تلعب الحصان؟ لا العب الحصان احسن. بدأ في فيل مصلحة، بدأ في فيل مصلحة طبعا، تفتح الفايلات كلها. حلو قوي جدا. مين هتفيلك؟ اكل بالبيضة. بيضة في بيضة، ايه ده النقلة دي؟ بيضة في بيضة، البلندر دي، دي بلندر يا استاذ سماد. ايه ده في فيل؟ حلو جدا، حلو جدا. عاوز ايه؟ عاوز الحصان هنا. كوين شكل قطعك. هنا بدأ في بدأ، لا هلعب دي مش عايز اكسر. بدأ في بدأ، بلعب حاجة بالفيل، مهم ارجع بالفيل بالشكل ده عشان ما اكسرش بقى، عاوز ابين. كيف في بيضة؟ هاكل بالبيضة، هاكل بالوزير، هغطي بالحصان. كلام ايه؟ كلام كبير محتاج دراسة. لا هنا تبييض احسن. خد بليه يا استاذ سماد، لايك يا اساتذة، لايكاتكم يا اساتذة. رجع بالحصان عادي جدا، مفيش اي مشكله. دي مش عارف، حاسس ان هي بلندر. ايه في بيه ده؟ هاكل بالوزير، هيرجع بالحصان تاني. لا خلينا واحده واحده، خلينا واحده واحده نلعب النقل دي على الهادي، نحمي البيه ده بس بتاعنا عشان نحرر الحصان والفيل. ماشي خش من الملك. مهمة أوي النقلة دي.
عنده فكرة حلوة، يلعب الوزير هنا ويزق الزقة دي، عاوز يكسر، حلوة التكسيرة. ألعب الفيل، كمل فكرتك، وزير في الفيل. حط تاني جود بلاي يا استاذ سماد، جود بلاي. خلاص كده ليه منا جامد صار. عاوز يروح للبيت ممنوع، روح كيف بيدك كيف روح هنا لديش وزير. خد فايلات يا استاذ، ده انا عندي احسن من كده بكتير. صام الاول نشوف الرخ دي تروح فين. ايه دي وزير في رخ وحصان في وزير. عارف التضحية ليه؟ عمل التضحية ليه؟ حلو أوي، افتح الخطوط بقى، توت، افتح الخطوط، كشكش، افتح الخطوط، صام، دي لازم. تلعب ايه؟ صوم حلوة، بدأ صوم حلوة. خد بلاي يا استاذ سماد، تحياتي لحضرتك، كل التحية والتقدير.